إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه. تحتفل الأسرة الأردنية في 25 من أيار من كل عام بعيد الاستقلال، تلك المناسبة العزيزة على جميع الأردنيين التي نالت المملكة الأردنية الهاشمية استقلالها عن بريطانيا، والبدء بمرحلة بناء جديدة هامة ومستمرة في تاريخ الأردن. معاصرون، استذكر محطات المسيرة المفعمة بالعمل الجاد والمتواصل بمرحلة بناء الأردن منذ 67 عاما لاستقلاله، بتحقيق إنجازات تاريخية على كافة المستويات. استقلال الأردن، إجا الملك طلال بعد ما استشهد الملك عبد الله، إجا استلم الملك طلال. استلم الملك طلال ما طول، يمكن قعد سنة، استلم الملك حسين الله يرحمه. إجا قام بتعريب الجيش، يعني بذكر إنه سفيان والله بالساحة هاي كانت فاضية، سوق البخارية كان هنا، هي كله هذا صارت هنا، وطلعوا ناس صاروا يخطبوا في الجامعة، هاي جامعة القهوة صاروا يخطبوا فيها، ويعني والله الناس احتفلت، وبعدين راحوا على باب رغدان والناس تعيش وتقصد وتتغني، ويعني الناس كانت مبسوطة الحمد لله. والله نحمد الله الأردن، إن شاء الله نظل بخير، والأردن هي ملفأ وضيافة لكل الدول العربية، مع أنه يعني بلد صغير، لكن الحمد لله أنها بخير من خلقنا وعشنا واللي سمعنا عن أجدادنا بوجود الهاشميين، إن شاء الله نظل بخير، ونطلب من الله أنه جلالة الملك عبد الله يظل على ممشى والده وأجداده الهاشميين الأكرام. وعيد الاستقلال هذا عيد نهتم فيه، عيدنا الأردن كله، ونحمد الله ونشكره، وإن شاء الله أن الله يبعد الفتنة والأخطاء عن بلدنا ونظل بخير ونحمد الله. أنا أبو جمال محمد كامل الشرائع. عيد الاستقلال هو الحرية، كل الأردنيين كل واحد طب الحرية، أحسن ما عيد الاستقلال ما في، كلنا نحب الحرية، وهذا كله وجود الهاشميين اللي من العشرينات من الثورة العربية الكبرى لحد الآن هم اللي صنعوا الاستقلال، والثورة العربية الكبرى هي اللي رجعت الدول العربية كلها من الاستعمار الإنجليز وغير الإنجليز. الثورة العربية الكبرى هي أساس كل شيء يا سيدي، تطور الجيش، تطور بعد الاستقلال، تطور الجيش والمدارس والمستشفيات والبنية والطرق، كل عدو الهاشميين. الاستقلال كل يعني الواحد كل واحد يطلب الحرية، والحرية هاي أصلها الاستقلال، من الاستقلال نعم. والاستقلال لما صارت في الاستقلال كنا عملنا احتفالات بالذكرى، كنت صغير أيامها بالماركة عند مطار الملكة، المطار الآن في ماركة، كان احتفالات للشعب الأردني كله احتفل بيوم الاستقلال قبل بسنة، بال 1918-1920 بالثورة العربية الكبرى، يعني في نهايتها كان في معركة في متذكر جدي حكاها، جدي هاي صورته معلقة عندي، اشترك بالمعركة بين الدوار الرابع والخامس، كانت في معركة الهاشميين ساند القوات البريطانية، كانت أيامها قوات بريطانية ساند الهاشميين، وآخر معركة يعني كانت بجبل عمان، ذكر بحكي جدي يعني عن المعركة هاي. في أخو كما أقول جدي هناك توفى معهم بالمعركة. في ذكرى هذا اليوم العزيز والذي يمثل أجمل وأروع الصفحات الحافلة بالأحداث التاريخية الهامة من تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية
الذي صنع بالتحدي والثبات في بناء الوطن بكافة مؤسساته ومقدراته. إن شاء الله نظل كل عام بخير، وجلال سيد الملك عبد الله يظل بخير، وإن شاء الله نظل بوجود الهاشميين إن شاء الله بخير وصحة، وإن شاء الله يعيد هالعيد على البلد وهي بخير وأمان. تفضل. وكل عام وشعب الأردن بخير، ومجالات جلالة الملك والهاشميين وشعب الأردن كله بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، جلالة الملك عيد الاستقلال، وإن شاء الله يظل الهاشميين بخير وإحنا وياهم بخير، نعمت الله والحمد لله إحنا متريحين بوطننا. ذكرى الاستقلال مناسبة وطنية لنستذكر ما تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة، وربط الماضي بالحاضر للوصول إلى مستقبل واعد لخدمة الوطن وقضايا الأمة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.